قانون تسنينه هذه عشرات السنين، هذا من القوانين المهمة اللي بغيناه يكرس واحد الحق دستوري في إمكانية القيام بالإضراب في الدفاع على المطالب الاجتماعية والاقتصادية ديال الشغيلة وديال جميع الفئات اللي هي كتشتغل في البلاد اللي هي المنتجة ديال الثروة. ولكن من جهة المشروع ديال القانون بالفعل الإمكانية ديال النقاش ديالو العميق يعني تحرمنا منها، وهذا حال العداد ديال القوانين اللي هي كتجي كتمر بسرعه، مازال انت ما كتعرف حتى اسباب النزول حتى كيتم التصويت عليها بالاغلبيه اللي هي يعني واحد الاغلبيه مطلقه موجوده اليوم، واللي ولات عائق امام الديمقراطيه وامام الحوار الديمقراطي، ولات معيق كبير. ولينا كنعيشوا الديكتاتوريه ديال الاغلبيه في البرلمان والراي الوحيد. إذن اول حاجه هي انه هذا القانون جاء بلا ديباجه، احنا بغينا ديباجة تكون كتوضح الفلسفة ديالو باش تبين لنا واش هاد الناس بالفعل بغاو يحافظوا على هذا الحق ويسمحوا به لكل الفئات اللي عندها الحق في القيام بالإضراب كحق دستوري باش تدافع على المصالح ديالها، ولا بغاو يوضعوا حد لهذا الإضراب. ملي كنجي نشوفوا المواد كنلقاو بأنه عدم توازن ما بين المواد اللي خاصة بالإضراب في القطاع الخاص اللي هي 22 والمواد الخاصة بالقطاع العام اللي هي غير 4، وهاد الناس عاملوا على التقنين ديال الإضراب في القطاع الخاص حتى جعلوا منه تقريبا شي حاجة اللي هي مستحيلة في الزمان باش تعلن على الجمع العام وشحال الناس اللي غادي يحضروا 3/4 وباش تخبر المشغل شهر وباش دير. إذن جعلوا من هذا الإضراب غير ممكن. ثم إلى ضفنا بأنه هاد الناس هادو دايرين غرامات سالبة للحرية وغرامات مالية باهظة كيزيدوا يقيدوا هذا الحق الدستوري اللي هو مضمون في الدستور ديال المملكة ومضمون أيضا في المنظمة ديال الشغل العالمية. إذا أنا بالنسبة لي هذا قانون لوضع حق حد للحق في الإضراب مع كل الأسف، وغادي به حتى في بعض المواد ديالو اللي هي مبهمة باش ما تتفهمش شنو بغاو به. هذا قانون يشجعوا الباترونة باش تستعبد الناس وتحرمها من الحق ديالها الدستوري اللي هو الحق في الإضراب. ورغم هذا النقاش اللي غادي يكون غدا داخل اللجنة، هذا الشيء غير في إطار هذه المؤسسة السورية والنقاش السوري، لأنها تكلم ولكن ما كياخذوش بعين الاعتبار يعني المقترحات ديال المعارضة. أنا تنشوف احنا تقدمنا تقريبا شي 25 تعديل، جهات أخرى 35، كاين اللي تقدم حتى ب 170 تعديل. هذه التعديلات كلها ستطرح وأظن أنه لن تؤخذ بعين الاعتبار كسابقتها من التعديلات التي شملت لا القانون المالي ولا القانون